السلام عليكم، مرحبا في فيديو جديد. اليوم غنخدمو واحد التمرين بخصوص الدرس ديال المتتاليات. خدينا هاد التمرين هذا، المهم حبسوا الفيديو وجاوبوا على التمرين ومن بعد شوفوا التصحيح. وكنبداو التصحيح على بركة الله. تصحيح: نعتبر المتتالية العددية UN معرفة بما يلي: U0 كتساوي 2 و UN plus 1 كتساوي UN sur 3Z plus 1. وحسب U1 و U2، يعني حساب الحدين U1 و U2. كيف ما كنعرفو هنا أن عندي U0، يعني انطلاقا من هاد U0 يمكن لي نحسب U1 و U2. يعني كيف ما كنشوفو U1 صعيب نحددها، أو UN ما عنديش، ولكن عندي UN UN plus 1 بدالة UN. مفهوم؟ يعني غادي نشوفو كيفاش. دونك 1 حساب الحدين، حساب U1 و U2. دونك نعلم أن أو لدينا U0 كتساوي ليا اللي هو 2، و UN بلس 1 كتساوي ليا UN سور 3N بلس 1. ياك الشباب. دونك عندي U0، يعني انطلاقا من هاد يو ان بلس 1 يمكن لي نجبد يو 1 الا عوضت ان بزيرو. يعني في حالة الا عوضت ان بزيرو غيعطيني هنا يو 1 يو 0 على 3 فوا 0 بلس 1. مفهوم؟ دونك يو 0 بلس 1 اش تعطيني؟ هي يو 1. ياك. وهادي علاش كنقلب انا؟ اش كتساوي ليا؟ عندي يو 0 بلس 1 هي نعوض ان بزيرو، يعني هي U0 سور 3 فوا 0 اللي هو N بلس 1. U0 عندي من قبل اللي هي U0 كتساوي 2، نعوضها ونحسب اللي كتساوي ليا. نعوض U0 اللي هي 2 سور 3 فوا 0 سي 0 بلس 1 سي 1 إتيكال شحال؟ اللي هي 2. ومنه U1 كتساوي ليا 2. يعني حسب دابا U1. مفهوم الشباب؟ نفس الطريقة نحسب U2 انطلاقا من UN بلس 1. يعني غادي نجي نعوض UN بواحد باش تعطيني 2، يعني باش نلقى واحد زائد واحد تعطيني 2، اللي هو داكشي اللي بغيت انا. يعني نحسب نعوض N بواحد، يعني U1 بلس 1 N عوضتها بواحد اش تعطيني؟ اللي هي واحد زائد واحد اللي هي U2. اش كتساوي ليا؟ كيف ما شفنا هي UN N عوضتها بواحد، يعني نعوض في UN، يعني عوضت بواحد واحد، يعني U1 سور 3N، يعني 3 فوا واحد زائد واحد كتساوي ليا U1 اللي هي 2. حيت ديجا حسبناها ياك الشباب، هي U1 هي 2 سور 3 فوا واحد سي 3 بلس 1 سي 4. مفهوم؟ 2 سور 4 سي 1/2. دونك U2 كتساوي ليا 1/2. مفهوم؟ كيف ما كنشوفو U0 كتساوي ليا 2، U1 كتساوي ليا 2، U2 كتساوي ليا 1/2. كيف ما كنشوفو أن هاد المتتالية تناقصية، كانت كونستانت ما بين U0 و U1، ولكن من بعد من زدنا الحد غنلقاو بأنها غادي يبقى تنقص ليا. المهم نمشيو على قد السؤال. بيني مع راسي يمكن ليا نزيد ندير U3 باش نشوف، باش نتاكد واش UN واش تزايديه ولا تناقصيه، باش نحاول نعرف القضيه كيفاش دايره. نحسب U3 اللي هي U2 بلس 1 هي U3، نعوض N ب 2 اش تعطيني؟ هادي غير بيني مع راسي باش نحاول نتاكد من القضيه، اللي هي U2 سور 3 فوا 2 بلس 1. شنو تعطيني؟ U2 ديجا حسبتها لي 1/2 سور 3 فوا 2 صافي 6، 6 بلس 1 سي 7 إتيكال شحال؟ 1 سور 14. دونك هادشي كيأكد ليا أن UN راها تناقصية. مفهوم؟ هادي دابا غير باش نتأكد، باش نتأكد أنا من هاد القضية هادي. مي غادي يطلبوا مني الرتابة، يعني راه UN راها تناقصية. مفهوم؟ ولكن غادي نحاول نبينوها، حنا ما عندناش مشكل. دونك هي غير في الوسخ. مفهوم؟ دونك
ندوزو الثانيا، بين ان يو ان اكبر قطعه من الزيرو مهما يكون ان ينتمي الى ان، ياك عاد مهما ان ينتمي الى ان، دونك ان يقدر كيساوي زيرو يساوي ان يساوي دو جوسكا ان، ياك حيتاش عندي ديجا ان يو زيرو كتساوي دو، يعني بداو الحد الاول اللي هو زيرو، يعني يو زيرو عطاني اللي هي دو، مفهوم؟ يعني مي غادي باش نبين انا هادي غادي نحاول نستعمل ترجع، يعني البرهان بالترجع. لي زيتاب ديال البرهان بالترجع، المرحله الاولى اللي هو من اجل الحد الاول، والحد الاول شنو هو؟ اللي هو زيرو، ان يساوي زيرو عندي من اجل ان يساوي زيرو، ياك كنمشي نعوض ان بزيرو في يو ان ونتحقق انها كتحقق لي هذه، مفهوم؟ اش عندي نعوض نعوض ان بزيرو اللي هي يو زيرو اش غتساوي لي؟ زيرو عندي اللي هي كتساوي دو، ياك ها هي دو، دونك كتساوي دو، وهذا كدير بانها راه دو اكبر من الزيرو، ومنه راه كتحقق لي هاد المتفاوت هذه، مفهوم؟ المرحله الثانيه او ليطاب الثانيه، نفترض هاد لا كونديسيون اللي قلنا نبينوها، نبدا منها ونبين، المهم نشوف، نفترض ان يو ان اكبر قطعه من الزيرو، ولنبين نبين يو ان بلس ان، يعني من اجل يو ان بلس ان واش كتحقق لي هذا العجب هذا، مفهوم؟ دونك هادي اللي خصني نبين، نبدا يعني نفترض ان، يعني خصني نبدا، يعني عندي الحق نبدا من يو ان اكبر من الزيرو ونمشي نبين يو ان بلس ان، يعني انطلاقا من يو ان خرج يو ان بلس ان، وعندي انا يو ان بدالة يو ان بلس ان، ياك هي يو ان يمكن لي نخرج منها يو ان بلس ان، يعني يكفي اني نقسم يو ان على 3 ان بلس ان وتخرج لي يو ان بلس ان، مفهوم؟ دونك عندي الافتراض ان يو ان اكبر من الزيرو، خصني نشوف دابا غير هاد لا كونديسيون هادي باش نخرج يو ان بلس ان. دونك لدينا نبدا بالافتراض يو ان اكبر من الزيرو مهما يكون ان ينتمي الى ان، ياك و ان الى جاب الله كان ينتمي الى ان، يعني ان راه اكبر من الزيرو، حيتاش حنا الحد الاول راه خدمنا به لقينا بانه كيساوي دو، يعني اكبر قطعه من الزيرو، مفهوم؟ الحد الاول ديال الزيرو يعني تجاوزنا، يعني غادي نمشيو ل ان، يعني من يعني ان غيكون ستريكتومون بوزيتيف، يعني مهما يكون ان اكبر من الزيرو، مفهوم؟ يعني يو ان اكبر قطعه من الزيرو و ان تا هو اكبر قطعه من الزيرو، هادشي شنو كيستلزم ليا؟ ان غنخلي يو ان اكبر من الزيرو، و اشنو بغيت انا؟ بغيت نخرج ديك اللي كان في المقام، يعني 3 ان عندي تا هي اكبر من الزيرو، ياك الشباب يستلزم ليا ان يو ان اكبر من الزيرو و 3 ان بلس 1 حيتاش هي اللي عندي في المقام، الى زدت واحد في الطرفين يعني هتولي اكبر من واحد، ياك الشباب، وهذا الشيء اكبر قطعه من الزيرو، اكبر يساوي واحد، يعني اشي كيأكد لي بانها اكبر قطعه من الزيرو، وهذاك الشيء اللي بغيت انا. اذا درت المقلوب ديال هذا الشيء هنا كيف ما كنعرفوا ا اكبر من زيرو، فان واحد على ا راه كيبقى اكبر من الزيرو، مفهوم؟ ما كتقربش ليا المتفاوته، ما كتقربش ليا، ولكن في حاله اذا كانت ا اكبر من بي فان واحد على ا اصغر من واحد على بي، يعني درنا مقارنه ديال العددين جذريين ولا عددين حقيقيين، مفهوم؟ ولكن مقارنه مع الزيرو هنا كتحكم ليا الاشاره، والاشاره انا ما غيرتهاش، درت غير المقلوب، مفهوم؟ ملي كندير المقلوب يعني كتبقى ديريكتومون بانها اكبر من الزيرو، يعني هادشي شنو كيستلزم ليا؟ ان اي ان اكبر من الزيرو و واحد على 3 ان بلس 1 كيبقى اكبر ليا من الزيرو، ياك الجداء ديال العددين اكبر من الزيرو، نكتب هنا الجداء ديالهم، هذا يستلزم ان يو ان سور 3 ان بلس 1 ضربت يو ان في هذه لابارتي هذه كامله، يو ان فوا واحد هي يو ان، يعني يو ان سور 3 ان بلس 1 دي هي هذه، غتبقى اكبر ليا من الزيرو حيتاش بجوجهم اكبر من الزيرو، وهذه شنو هي الشباب؟
هذه اللي هي U n plus 1. دونك U n plus 1 راه أكبر من زيرو ومنه المطلوب، مفهوم؟ دونك هاني أنا بينت U n plus 1 أنا أكبر من زيرو. هادشي شنو كيعني ليا؟ ملي كندوز من هاد لي زيتاب هادو وكان كان بي وكان افترض ان يو ان بلس ان ان يو ان اكبر من الزيرو، يو ان بلس ان اكبر من، وكان بين ان يو ان بلس ان اكبر من الزيرو، هادشي كيأكد ليا ان الافتراض صحيح، مفهوم؟ دونك ومنه في الاخير كنقول بان يو ان راه اكبر من الزيرو، مفهوم؟ هذا هو الترجع. دونك هو منه مهما يكون ان ينتمي الى ان، راه يو ان اكبر قطعا من الزيرو، مفهوم؟ دونك ندوزو السؤال الثالث اللي هو رتابة يو ان بحيث ان ينتمي الى ان، يا اما كندير لها بحال هكا كنرمزو لها بحال هكا، او كندير يو ان بحيث كيكو سوا ان ينتمي الى ان، هاد لي دو بحال بحال، مفهوم؟ دونك الرتابة كيف ما شفنا في الدرس كنمشي نحسب، يعني كنوضع مهما يكون ان ينتمي الى ان، كندير يو ان بلس ان موان يو ان، مفهوم؟ خرجت لي صدقات لي هاد لا كونديسيون تبارك الله، ما صدقاتش لي كنمشي ندير يو ان، ما صدقاتش لي كندير يو ان بلس ان سور يو ان، وكنقارنها بواحد، يعني واش اكبر ولا اصغر ولا المهم ولا تساوي ولا، مفهوم الشباب؟ دونك يو ان بلس ان موان يو ان كيف ما كنعرفو يو ان عندي اللي هي كتساوي يو ان سور 3 ان بلس 1 ياك موان يو ان، هادشي كيبان ليا الشباب واضح، مفهوم؟ كتساوي ليا بون نوحد المقام اللي هو 3 ان بلس 1 فوا يو ان موان 3 فوا 3 ان فوا يو ان ياك، مع البلوس مع الموان تبقى موان موان يو ان ياك، عندي يو ان هنايا كتعاود ليا، مفهوم؟ دونك موان 3 ان موان يو ان، يعني غنعمل ب يو ان عامل لواحد. دونك سمحوا لي عندي يو ان راه تفزلت لي مع هاد يو ان، ها هي موان يو ان مع يو ان صافي، يعني هذا بقى لي غير، سمحوا لي يعني غتبقى لي غير موان 3 ان يو ان على 3 ان بلس 1، مفهوم؟ دونك يو ان بلس 1 موان يو ان عطاتني اللي هي هاد لابارتي هادي ياك الشباب، موان هاد لابارتي، وكيف ما بينا من قبل هاد يو ان هادي راه اكبر من الزيرو ياك، دونك هاد لابارتي ما عنديش فيها مشكل، 3 ان كيف ما شفنا في البرهان من قبل لقيناها بينا اكبر من الزيرو، يعني هذا اللي في الفوق في النوميراتور راه اكبر قطعه من الزيرو ياك، وهذا اللي تحت حتى هو كيف ما شفنا من قبل راه اكبر من الزيرو، وبما ان 3 ان يو ان اكبر من الزيرو و 1 على 3 ان بلس 1 راه اكبر من الزيرو، هادشي راه بيناه الشباب، راه بيناه هنا، هاهي 1 سوغ 3 ان بلس 1 وهاد يو ان وهاد 3 ان، مفهوم؟ الجداء ديال هاد جوج راه اكبر من الزيرو، دونك راه بيناه، دونك حنا غير كنستعملو داكشي اللي خدمنا به، بما ان هاد لي دو اكبر من الزيرو فان الجداء ديالهم راه اكبر من الزيرو، فان 3 ان يو ان سور 3 ان بلس 1 راه اكبر قطعا من الزيرو ياك الشباب، دونك اذا دخلت هاد الموان هذا ضربته في الموان هنا غادي تقلب ليا المتفاوته كيف ما قلنا، دونك ومنه موان 3 ان يو ان سور 3 ان بلس 1 راه تقريبا متفاوته، كانت اكبر غتولي ليا اصغر، مفهوم؟ ومن هو هادي شنو هي؟ هادي هي يو ان بلس ان موان يو ان راه انفيريور ا زيرو، دونك ومنه يو ان راه يو ان راه تناقصيه، وبالتالي يو ان متتاليه تناقصيه، مفهوم؟ مهما يكون ان ينتمي الى ان، مفهوم؟ ندوزو السؤال اللي من بعد، السؤال الرابع اللي كيقول لي بين ان يو ان بلس 1 سور يو ان راه انفيريور ا 1 سور 4،
دونك لنبين ان un بلس 1 سور un راه اصغر من 1 على 4 مهما يكون n ينتمي الى n. ياك دونك عندي un بلس، عندي un بلس 1 un نقسمها على un، يعني غادي تخرج ليا، يعني يكفي لي نمشي نحدد نحسب هذه ونقارنها بواحد على 4، ولكن خصني نحاول نسهل عليا القضية، يعني غادي يعني باش نبين أن أ انفيريور ب بطريقة سهلة، يعني كفي أنني نبين أ موان ب راه انفيريور أ زيرو. ياك هاد لا كونديسيون غنحاول نستعملها أنا، يعني يكفي أن نبين أن يو أن بلوس أن سور يو أن موان أن سور كات راه انفيريور أ زيرو. مفهوم؟ واش قطعا ولا او يساوي، او يساوي كيفاش يعني نبينو بانه اصغر او يساوي زر. مفهوم؟ دونك مهما يكون ان ينتمي الى ان، يو ان بلس ان اش كتساوي ليا؟ اللي هي يو ان سور 3 ان بلس ان، ياك هذه هي يو ان بلس ان مضروبه فاش في واحد على يو ان، اللي هي هذه دابا، هذه هي واحد على يو ان وهذه هي يو ان، هذه هي يو ان بلس ان ناقص واحد على 4 اش كتساوي ليا؟ يو ان سور 3 ان بلس ان، دونك يو ان تقتاز ليا مع يو ان تبقى ليا واحد على 3 ان بلس ان مو ان سور 4. مفهوم؟ دونك الشباب لحد الساعة كلشي غادي كلشي واضح. نوحد المقام، مقام موحد نضرب عدو في هذا في هذا، 4 × 3 سي 12، 12 ان بلس 4 × 1 اللي هي 4، 4 ناقص يعني هي 4 ناقص 3 ان ناقص 1 اش هتعطيني؟ 4 ناقص 1 اللي هي 3، 3 ناقص 3 ان سيغ 12 ان بلس 4. مفهوم؟ اش هتعطيني؟ نعمل بتروة فاكتور 1 موان ان سور 12 ان بلس 4. دونك يكفي انني نبين او ندير المقارنه ديال واحد مع ان، ياك عندي كيف ما كنشوفو هنا بان ان اكبر من اشنو؟ اكبر من زيرو. عندي هنايا ينتمي الى ان اطوال الشباب، ان اطوال. مفهوم؟ دونك السين هذه تكون ان اطول، يعني اكبر قطعه من الزيرو، اكبر قطعه من الزيرو، اكبر قطعه من الزيرو. حنا خدامين في ان، فهاد لونسومبل دي زونتي ناتوريل، يعني مهما يكون ان اكبر او يساوي واحد، ياك او شوف ها مهما يكون ان ينتمي الى ان اطوال، هاتي شنو كيعني لي بان ان اكبر او يساوي واحد، ياك عرفتي شنو كيعني ليا؟ انا ناقص ان ضربت في الناقص، الا ضربت في الناقص الطرفين بجوج كنضرب فيهم في الناقص والمتفاوتة حتى هي كتقلب ليا، يعني تولي موا ان انفيريور ا موان زان. ياك انا شنو بغيت؟ انا بغيت موا ان مقارنة مع بلو ان، الا ديت هاد الان للطرف الاخر او زدت للطرفين زدت ليهم ان، الا زدت هنا لواحد يعطيني هي ان موا ان وزدت واحد لهاد الطرف هذا يعني موان زان بلس ان سي زيرو، يعني انفيريور ا زيرو. ياك دونك هاد لا كونديسيون، دونك راه هاد لا بارتي هادي راها انفيريور ا زيرو، انفيريور ا زيرو. ياك الشباب هاهي ضربت في 3 تبقى انفيريور ا زيرو، هذا اللي لتحت عندي اكبر قطعة من واحد مضروب في 12 راه اكبر من واحد سيغ بلس 4 راه اكبر من واحد، دونك راه اكبر كامل من الزيرو. مفهوم؟ ومضروب في هاد الافاد لا بارتي هادي لي انفيريور ا زيرو، دونك امبليك كو باش بدينا من ديبار دونك هادي راه انفيريور ا زيرو. ياك هادشي كي امبليك ليا ان هاد لا بارتي هادي راه انفيريور ا زيرو، دونك يو ان بلس ان سور يو ان موا ان سور 4 راه انفيريور ايكال ا زيرو. مفهوم؟ هادشي شنو كيعني ليا؟ ان يو ان بلس ان سور يو ان ندي هاد ان سور 4 للطرف الاخر اللي هو انفيريور ان سور 4، ومنه المطلوب. يعني حنا بينا داكشي اللي بغاو،
مهما يكون ان ينتمي الى ان اطوال. المهم الشباب هادشي خص تحاولوا تتجاوز في هاد الامور، التركيز في هاد الامور. دابا انا درت خطا، كون ما عاودتش شفت التمرين انا بقى معقد انا، يعني هنا فين كاين المشكل. مفهوم الشباب؟ ندوزو السؤال اللي من بعد اللي هو البرهان، او اللي هو الاستنتاج. خامسا قال لك سيدي يستنتج، نعاود نكتبوه، يستنتج ان او بالاحرى يو ان انفيريور او ايكال او 8 فوا 1 سور 4 على بيسونس ان، مهما يكون ان ينتمي الى ان اطوال. ياك ملي كيقول لك استنتج، يعني راه عندها علاقه مع ليكزيرسيس او السؤال اللي من قبل. مفهوم؟ حنا في السؤال اللي من قبل اشنو بينا؟ بينا ان مهما يكون ان ينتمي الى ان اطوال، يو ان بلس 1 سور يو ان راها انفيريور ايكال 1 سور 4. ياك دونك يو ان بون، ما عليناش. درنا الحد الاول، الحد الاول هو عندي يو ايطوال، ياك الحد الاول اللي هو يو ان. دونك نعوض ان بلو ان سي يو دو سور يو ان، غتكون انفيريور ايكال ان سور كات. ياك هذا في حالة ان يساوي واحد، او ندير كا، او المهم ما عليناش. الحد الثاني الا كان كيساوي ليا دو، ياك الا عوضت بدو، دو بلس ان سي تروا، تروا بلس سور دو انفيريور، غيبقى نيت انفيريور ان سور كات. الا عوضت بتروا، تروا بلس ان سي كات، ياك سور دو تروا يبقى انفيريور ايكال ان سور كات. ياك غادي نمشي حتى ال ان، او ندير ان موان زان، ان موان زان بلس ان سي يو ان سور يو ان موان زان، غيبقى انفيريور ايكال ان سور كات. ياك شنو هو اخر حد؟ اللي هو ان، اللي هو يو ان بلس ان سور يو ان انفيريور ايكال، كيبقى انفيريور ايكال ان سور 4. مفهوم؟ حنا شنو بغاو؟ بغاو يو ان بدلالة ان سور 4، ياك. دونك كيف ما كنشوف انا ان سور 4 كتعاود ليا، وعندي هنا على بيسونس ان، وعندي هنا يو ان. الا حاولت ضربت هاد الاطراف كاملة، يعني ضربت المتساوي الاولى مع الثانية مع اللي تابعها حتى الاخر متساوية، شنو غادي يعطيني؟ نشوفو، نضربو كل طرف بطرف. دونك الاولى مع الثانيه، الاولى اللي هي اي 2 سور اي 1 مضروبه اي 3 سور اي 2 مضروبه في اي 4 سور اي 3 مضروبه حتى لاش حتى اسمحوا لي انا جداء حتى يو ان سور يو ان بلس 1 مضروبة في UN plus 1 سور UN. هنا الشباب عندي واقيلا شي خطأ، كيف ما قلنا هنا UN، هنا عوضنا ب N موان زان. هنا الشباب هنا راه N موان زان، هل تحت كتكون N موان زان؟ مفهوم؟ الأخر عوضنا ب N، يعني UN plus 1 سور UN. مفهوم؟ يعني هي يو ان سور يو ان موان زان. فوالا دونك هادشي اللي كاين، حيت ملي غادي نشوف هادشي غيبان ليا كيتختزل، ما غيبقى ليا والو. دونك هادو كاملين الجداء ديالهم، واحد على ربعة مضروبة في واحد على ربعة مضروبة 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 حتى لواحد على ربعة. دابا ا مضروبة في ا مضروبة مضروبة ان مرة كتساوي ا على بيسونس ان، ياك الشباب. دونك هادشي اللي كاين، وكيف ما كنشوفو في هاد لابارتي هادي
ان يو 2 غتختزل مع يو 2، اي 3 غتختزل مع يو 3، يو 4 غدا غدا غدا، ولكن هاد يو ان غتختزل ليا، غتبقى لها يو ان بلس 1، وحنا طلبوا منا بغاو يو ان، مفهوم؟ يعني غادي نحاول نحبس حتى الان موان ذا، هاد لابارتي غادي نحاول ما نستعملهاش، ما غاديش، غادي نوقف في ان موان ذا، يعني هاد لابارتي هادي غنحيدها، مفهوم؟ يعني غنوقف غير عند يو ان سيغ يو ان موان ذا، واللي قبل منها اللي هي يو ان موان ذا سيغ يو ان موان دو، ياك؟ دونك كيف ما كنشوفو الجداء ديال هادو. دابا هادي شحال من مرة غادي تبقى تعاود ليا حتى ل ان موان ذا، يعني ان موان ذا مرة، ياك؟ وهاد لابارتي هادي كيف ما كنشوفو الجداء ديال المقلوب، يعني ها هو يو دو غاتمشي مع يو دو، يو تروا غاتمشي مع يو تروا، يو كات مع يو كات، وغدا غدا حتى الاخر يو ان موان زان غاتمشي مع يو ان موان زان، يو ان موان دو غاتمشي ليه مع ديك اللي قبل منها، غاتبقى ليا في الاخر يو ان، يو ان سيغ يو ان، دونك في الاخير غاتبقى ليا يو ان سيغ يو ان، دونك انفيريور ايكال كيف ما قلنا هادي ان موان زان مرة، يعني على بويسونس كيف ما شفنا هنا، الا كانت ان مرة، الا كانت هادي ان مرة دونك كندير ا على بويسونس ان، داك لا باز على بويسونس ديك شحال من مرة كتعاود، يعني لا باز عندي اللي هي ان سيغ كات على بويسونس ان موان زا، ياك؟ يو ان عندي، ياك الشباب؟ اش كتساوي ليا يو ان؟ كتساوي ليا هي دو، دونك يعني يو ان اش غادي تساوي ليا؟ غتولي انفيريور هاد يو ان، غتمشي لا بارتي اخرى هي يعني ان سيغ كات على بويسونس ان موان زا مضروبة في يو ان، يو ان اللي هي دو، ياك؟ حنا شنو بغاو عندنا؟ بغاو يو ان بدلالة ان سيغ كات على بويسونس ان، انا عندي ان موان زا، ياك؟ اش كتساوي ان موان زا؟ كيف ما كنعرفو ا على بويسونس ان بلس ام كتساوي ليا ا على بويسونس ان مضروبة في ا على بويسونس ام، ياك؟ دونك شنو غيولي ليا؟ غتولي ان سيغ كات مضروبة في ان مضروبة في ان سيغ كات على بويسونس موان زا مضروبة في دو، مفهوم؟ عدد على بيسونس موان زا اللي هي المقلوب ديالو، يعني هي ان سيغ ا، ياك؟ المقلوب ديال ان سيغ كات سي غتقلب ليا واحد على واحد على ربعة تعطيني هي ربعة، ياك الشباب؟ دونك غتولي ليا هادي اللي هي ربعة، غتبقى ليا ان سيغ كات على بيسونس ان مضروبة هادي ربعة مضروبة في دو، مفهوم؟ غتولي انفيريور ايكال اويت، هاي دابا الشباب هاي خرجت، دونك على بيسونس ان مضروبة في ويت، دونك يو ان راه انفيريور هاد العجب هذا، مهما يكون ان، او نديرو انا احسن، مهما يكون ان ينتمي الى ان اطوال، مفهوم؟ مونك ومنه داكشي اللي بغاو، دونك وبالتالي مهما يكون ان ينتمي الى ان اطوال فإن يو ان راه انفيريور ا 8 فوا ان سيغ 4 على بيسونس ان، ومنه المطلوب، مفهوم الشباب؟ دونك احنا وصلنا دابا، توصلنا للاستنتاج اللي طلبوا منا، مفهوم؟ احنا توصلنا للاستنتاج اللي طلبوا منا، دونك نتمنى ان التمرين يكون مفهوم، ترقبوا تمارين بخصوص هاد المتتاليات، غنحاولوا شويه نافونسيو بشويه بشويه، يعني دابا هادشي راه يعني غاديين ايطاب باغ ايطاب، كل ايطاب نحاول نفهموها مزيان، وخدموا تمارين الشباب، خدموا تمارين، يعني المات راه كيتكتسب بكثر التمارين، حاول ماشي غير تقتصر غير على الدرس ولا تقتصر غير على داكشي اللي خدم معاك الاستاذ، ولا حاول خدم مع راسك، جبد اي اكزرسيس بان ليك خدمه، تقاتل معاه، حيتاش ملي كدير الخطأ وكتلقى الجواب، هذاك الجواب صافي كيترسخ لك في عقلك، وهكا كتكتسب الرياضيات، يعني بشويه بشويه، مفهوم؟ الشباب نتمنى ان يكون فيديو مفهوم، وسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، بخصوص تمارين جديده، بخصوص الدواء، بخصوص المتتاليات،
والسلام عليكم.